السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، سبق وتحدثت سابقا عن واحد البيان صدر من طرف مرتزقة البوليزاريو كينهيو فيه المناصرين ديالهم باش ما يبقاوش يسربوا الأسماء والصور ديال الهالكين من المسلحين ديال المرتزقة والذين يدفعون نحو الانتحار بالمنطقة العازلة، يدفعون لمصير مجهول في المنطقة العازلة، يدفعون للهلاك في المنطقة العازلة. وفي اخر المطاف هذه القياده ديال مرتزقه البوليزاريو تتبرأ منهم، كتبرأ منهم، ما كتعطيهمش الاعتبار. حتى من يعود منهم بمعجزه الى المخيمات جرحى، يعني شفنا كثير من الامثله، واحد فاقد عينيه، واحد فاقد رجليه، واحد فاقد يديه. قياده المرتزقه ما كتشوفش فيهم، ما كتعطيهمش الاهتمام، ما كتقدمش لهم خدمات علاجيه، بل يتركون لمصيرهم والعائلات ديالهم في آخر المطاف كيخرجوا يتسولون الصدقات من أجل العلاج ديال الأبناء ديالهم الذين دفعوا بالانتحار للانتحار في المنطقة العازلة. فهذه التسريبات الصوتية التي سوف تستمعون إليها متابعينا الكرام هي جزء بسيط من الخوف والهلع الذي يسود في صفوف مرتزقة البوليزاريو، والذين يعني كينهيوا بعضهم البعض عن التوقف عن نشر صور وأسماء أو تسريب هذه الصور والأسماء ديال الهالكين الذين يرسلون للهلاك في المنطقة العازلة وكيتبندروا في المنطقة العازلة والمصير ديالهم كيكون هو الهلاك. فمتابعينا الكرام، هنا باش تعرفوا بأن هؤلاء المرتزقة يتكتمون على خسائر كبيرة، والفضيحة ماشي هنا فقط، الفضيحة في أنهم تلقوا خسائر كبيرة وما قدروا يديروا والو على أرض الواقع. الفضيحة في كون أن هذه الميليشيات صرف عليها أكثر من 500 مليار دولار خلال السنوات الماضية، خلال العقود الماضية من طرف النظام ديال الكبرانات. هذا المبلغ الذي لم يصرف في أي وقت من الأوقات على أي مكان من الميليشيات عبر التاريخ، ما كاينش ميليشيات في العالم صرف عليها هذا الكم من المبلغ، 500 مليار دولار، وما قدروا يديروا والو على أرض الواقع. بل الواقع يقول على أن أي مرتزق يتخطى المنطقة العازلة كتبندر في لحظة، وقيادة ديال المرتزقة تتكتم وتتستر وكتخرج بيان كتقول المناصر ديالها ما تكلموش على هذا، ما تكلموش على هذا، ما تكلموش على الصور، ما تكلموش على التسريبات، ما تكلموش على من يهلك ومن ينتحر في المنطقة العازلة، لأن قيادة المرتزقة فشلوا فشلا ذريعا دبلوماسيا عسكريا على جميع المستويات، ومن فوقهم نظام الكبرانات الذي هو الآخر لم يستطع أن يقدم أو يحقق أي شيء. فمتابعينا الكرام، هذا جزء بسيط من هذه التسريبات باش تشوفوا، أنا أعطيتكم الفكرة حول مضمون هذه التسريبات. سأترككم مع هذا التسريب القصير وأراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا تسحبوا هاي الصورة، تسحبوا فوكالاتكم، الله يجازيكم، حفظنا حفظكم إن شاء الله. دخلت على صاحب الصورة في الخاص، مع احترامي، من أنا من الناس ما تدخل في الخاص، يعني بعد الضرورة دخلت مصلحة شعبي، أنا أسحب الصورة العادية مزاجي أسحب، خلوا أموركم بالكتمان، وبعد موت فيهم الليل ونهار ما قاسنا لهم صورة. احنا لدينا قانون هون عن الشهداء كاع ماتوا لو انتشروهم ولا يعلم بهم حد. حتى لو عن توفي لا حد يسير في المخيم، ها والله متوفي عادي في المخيم، مات له انتشار مسائل عسكرية، وأنا من الناس اللي كنت نشرهم حتى ولعتهم نهائيا، لأن استفادوا منهم المقاربة حق استفادوا حتى من ذنّا